كيف الجمع بين الآيتين في قول الله تعالى قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وقوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ جمع بينهما أن ما أصابك فإنه بقضاء الله وقدره، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب منك، وأما القدر فهو من الله سبحانه وتعالى، فالسبب يكون من الإنسان والقدر من الله عز وجل. نعم، يقدره عليه عقوبة له. نعم.